السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطعنا اليوم علبة الباور أو طرمبة الباور، كيف نغيرها؟ قبل كل شيء نوسع على نفسنا، راح نبطل الماسورة حق الريديتر ونفتح السير ونكمل. أول شيء نفتح الماسورة، نفتح القفيس والجهة الثانية، نرفع لفوق شوي عشان الماي لا يجي تحت. خلاص الحين شو نسوي؟ نفتح سير الماكينة، نفتح سير الماكينة. مفتاح التوماتيك الصغير، حجم صغير، ونحطه في وين؟ في الشداد. هذا الشداد اللي يشد السير، ونضغط عليه ونرفع السير. الحين حررنا السير، نطلع السير الحين شو نسوي؟ نفتح الكهرب اللي رايح للكلتش المروحة، نفصل اللي فيه شوال، بعدين نفتح مقص ثماني حبة، أنا راح أستخدم توماتيك. وراح أفتح الماسورة حقت علبة الباور، وراح استخدم الكابس عشان افتح القفيس اللي ماسكه في علبة الباور في الماسورة، اضغط عليه اطلع شوي لبرا واحرر الهوز او الماسورة يمين يسار، بعدين الحين الخطوة اللي بعدها راح استخدم المفتاح هذا عشان اثبت البكرة وانا افتح البراغي، اشوف الفتحة موجودة واثبتها هالطريقة. راح استخدم مفتاح رقم 10 واحد، طبعا في ثلاث براغي، هو وهو الثاني، وهذا الثالث. الحين نفتح البراغي، فتحنا واحد ويبقى اثنين. الحين راح نفتح الغطاء البلاستيك
هذا في غطاء بلاستيك نطلع برا عكس عقارب الساعة. هذا هو. بعد نطلع الباكرة. هذا الباكرة. الحين لو نلاحظ في برغيين هنا، هنا واحد هنا واحد. راح نفتحها ايضا بمفتاح رقم 10. بس قبل، عفوا، قبل ما نفتح البرغيين لو تحضن في ماسورة هنا، هذا الماسورة خلنا شوي اذا واضح كذا. هذه الماسورة، هذا لازم نفتحه اول شيء بالسبانة عشان ما نتلعوز، وبعدين نفتح البرغيين. راح نفتح اول شيء بمفتاح رقم 18. مفتاح رقم 18. وهذا فتحنا الماسورة. هذا الماسورة فتحناها. خلاص الحين نستخدم مفتاح 10 ونفتح البرغيين اللي على جنب. بسم الله. هذا واحد والثاني. خلاص كذا راح نفتح البرغيين. مسك وخلصنا كذا وفتحنا هذه طرمبة الباور او علبة الباور. المشاكل اكثر شيء وين حصلها؟ من ورا، من هنا التنسيم. على اني حطيت سيليكون بعدها ما يفاده، لان لازم تبطل الوجه كامل وتغيير الجلدة. ولو بتحضن بعد تشوفين التسريب هنا، هنا بعد التسريب. فانا بريح نفسي وبغيرها كاملة. وهذا الجديدة، هذا الاستيكار طبعا اصليه، قطع غيار اصلي مش امريكي وتجميع صيني، من نفس شركه فورد. هذا الترمبا او علبه الباور، وهذا اللي جمعوها بعد. التركيب نفس ما فتحنا، نفس ما فتحنا هو التركيب نفسه. بس قبل كل شيء راح نشيل، عفوا، هذه الترمبة او علبة الباور. راح نشيل الماسورة القديمة ونركبها هنا اول. راح نفتح الماسورة القديمة ونركبها في الجديدة. نفتح القفيس. ونركبها في الجديد. سكر عليه.
خلنا نستخدم التماتك. لا بس صغير. خلاص كذا هي الحين جاهزة. لو تلاحظون هنا الفتحة مسكرين، عفوا لو تلاحظون الفتحتين هنا مسكر، هذي شفت هذي ذي مسكرة بدأ هذي الفتحة، لازم نشيل الغطاء وهم ركبوها بس علشان ما يجي غبار عليها. راح استخدم سبانة طبعا هذا بلاستيك يعني لا خلك رقيقة شوي لان بلاستيك السدادة يسمونها، راح نحتاج حق يوم من الايام. هذي الحين راح نركب الطرمبة نفس طريقة ما مثل ما فتحناه، راح نركبه نقرب شوي الطرمبة. نثبتها بيد ونركب البرغ بيد بحكم شوي انها ثقيلة. الحين راح نركب الجهة الثانية البرغي. لا تشد كثير لأنه خفيف هو البرغي ذا، عشان ينكسر عليك بعدين تطيح في مشكلة كبيرة. شد قليل جدا باليد لأن كل برغي أصلا في السيارة لها عزم في الشد. راح نركب الرابلة أو الجلدة في وين؟ في الماسورة هذه. ركبها في الماسورة هذه راح اول شيء اسكرها باليد. راح نسكر عدل مفتاح 18 الحين شو نسوي؟ نرجع الباكرة، نرجع الباكرة ثلاث فتحات ثلاث براغي. طبعا احنا نسميها ذي نسميها جلامبو، كل منطقة لها تسميتها. هذا اسمه جلامبو. نثبت الجلامبو في الفاتحة نفس ما ثبتناها اول ما فتحنا الطرمبة، نثبتها عدل ونركب الحبة
ونركب الحبة. نشد شيء بسيط جدا يعني، لا بخفيف ولا بقوي، شيء بسيط جدا. امسك الجرام بجهة والكروب بجهة، بس كذا يكفي. الفوني بعد بس خلاص يكفي كذا. والثالث بس خلاص نتأكد منهم بس. اوكي اوكي كذا الحين خلصنا الشاي الثقيل. خلاص كذا الحين شو نسوي؟ نرجع السير طبعا، لا ننسى البلاستيك، لا ننسى البلاستيك، نرجع محلها. حق شنو البلاستيك هذا الله اعلم، ما ادري حق شنو بالضبط، بس راح ارجعها دام انها موجود من اول. خلاص كذا الحين راح نرجع السير اللي فيه سن، اللي فيه سن هو اللي يركب على السن، واللي ما فيه سن هو اللي يصير على ظهر اللي بدون سن الباكرة. هذا ما فيه سن وهذا ما فيه سن، واللي فيه سن يركب اللي عليه سن. راح نبدأ وش الكبرى سار لأنه هو أبعد واحد. هذا الكبرى سار، بعدين الكلتش، بعدين عمود الكرانك. خلنا ارفع بس المروحة هذي، خلنا مهر شوية بعيدة عني. الحين عمود الكرانك او البكر الرئيسية للماكينة، بعدين احط على الشداد، شوف فلت عن عشان تاخذ راحتك في الشغل، في الشغلة حاول انك تشغل السيارة وهي باردة، اشتغل السيارة وهي باردة. اخر شيء طبعا تاكد اذا كل شيء اوكي راكب. شوف مو راكب ده، كل شيء راكب. اوكي اوكي تبقى الدنومه، الدنومه كيف نركبها؟ نفس الطريقه، بالشداد الرخ على السير، ثبت اشوف الشداد، فر شوي فره، فره واحده بس. اثر على اليسار. الحين نضغط ونركب السير. خلاص كذا الحين ركبناه مثل ما تشوفون. هذا الشداد ركب اوكي، الدينامو ركب اوكي، اللي هو طربة الماي اوكي، الكلتش اوكي، وهذا الكرانك العمود الرئيسي حق الماكينة، هذا طرمبة الباور، وهذا الكمبرسر. كل شيء اوكي خلاص، بعدين نرجع كل شيء مكانه مثل ما كان. الويرات يبقى لها شاحن، ونرجع بعد مصورة حقت علبة الباور، نثبتها
الحين نرجع الماسورة اللي حق العلبة هذه. نركب الماسورة ونضغط على القفيس. الافضل انك ترجع نفس الحز، شوف الشكل هذا، نفس الحز الموجود على الماسورة يكون افضل، لانه ما اخذ المسكة الكاملة هو. ونفتح خلاص كذا، نرجع فيش حق مروحة الكلاتش. خلاص كذا يبقى لنا الحين الهوز او اللاي او الماسورة الراديتر. واللي جاي من الكوع بعد كوع الماي، تأكد انك سكرته عدل. خلاص كذا، خلاص كذا. ولا تنسى تعبي ماي، نعوض الماي اللي طلع من الماسورة، زودها ماي. الحين نسوي راح نعبي الزيت ونشغل، اول شيء نعبي ماي بعدين نعبي الزيت. راح نعبي ماي، طبعا استخدم ماي بيذر، ماي حلو، لان عندي مشكله في التهريب. يوم صلحت التهريب ان شاء الله بغير، بحط لي الماي الاخضر بنسبه 50 50. انتبه مكتوب عليه 50 50، يعني 50 ماي و50 مواد حافظه او مبرده للماكينه. طب ما راح اسكر الحين الا بعد تشغل السياره عشان تسحب الماي. والحين راح اعبي زيت حق العلبه، راح نصب الزيت في العلبه. هذا باقي شوي، خلنا نصب فيها. راح استخدم العلبه الثانيه الجديده، راح اصبه الى الماكس. طبعا شغلت السياره راح يسحب لداخل. الحين راح اشغل السيارة عشان السحبات الطرمبة راح اكمل عليها. يلا اول شيء راح ابي ماي قبل ما يصير الضغط عليه. راح اسحب هنا ان الماي نقص، عفوا الزيت راح ازوده. وكذا يكون نهاية مقطعنا، ان شاء الله يكون سهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.